مرحبا بكم مجددا في لحد الرياضي. نرجع مع ضيفنا خالد بن يحيى. خالد زاد ثم حاجات اخرين نحب نحكي فيهم معاك. تعبناك شويه ليله خالد. معناتها ثم اليوم عليك علاقتك مع الصحافه معناتها ماهيش على احسن ما يرام، كما علاقتك مع اللاعبين ماهيش احسن ما يرام. هيثم الراجل هنا في الاستوديو. هيثم تعبك عملي حتى سنين مزير. يعني كيفاش ترد على الحكايه هذه؟ علاقتك باللاعبين مع الصحافي مع الصحفيين مع الاعلام بصفه عامه؟ خلي دائما نسمع نتبع في برامج محمد حسنين هيكل يقول لازمنا نذكر باش نفهم. انا نحب نذكر معناها باش نفهم قريب. فما تهم كانت منسوبة لي. ايش يقولوا التهم هذوك؟ اسلوبه دفاعي ويحطم النجوم. خاطر غريبة كيش نسيتوا موضوع الفنان. ليه تحب نجبدوه نجبدوه الدكتاتور وراسه كسر. بالحق يقولوا خالد بن يحيى وين يمشي الفريق؟ اول حاجة يعملها نجم الفريق ما عادش يلعب شوية يحكي فاقس وسام السلامي في الملعب التونسي النجومية ويقولوا انه خالد بن يحيى كان في ترجي كان هو نجم وكان يفرض في شروطه على ترجي في حين انه الان ما عادش يخلي الملاعبين يفرض في شروطهم على ترجي. قلت لك انا التهم شوف كل شيء مبني على باطل راهو باطل. هذه تهم باطل وكان جات بالحق راهي الدولة في الشارع عادي نسيتها وتينا وجاو تهم اخرين. جات تهم اخرى اللي هو مثلا اللعب ودرى شنو الاصابات واحد. وانا نقول لكم اللي راهو بالوقت وكيف كيف يتمحى والقافله قدره ربي والكل من فضل ربي تسير. علاقتي بين انا والصحافه سليم هو بحذاه فما اشكال صار لي عمناه صحيح اشكال صار لي عمناه هو بعض المقابلات وهيثم هو السبب فيه بدا بيا هيثم. على كل حال كنت يمكن حاد في الاجابات نتاعي صحيح. الظرف اللي خديت فيه الترجي معناها ظرف صعيب شوي وكل معناها نقطة بالتعب وبالشقاء وكنت مانيش متحضر للأسئلة الجديدة متاع أولاد جدد سامحني في الكلمة هيثم وإون جينيراسيون جديدة وليت معناها طالعة الأسئلة نتاعها معناها حادة شوي. يرجع أنا بالسخونة متاع المقابلة نولي أنا رد فعل. لكن بعد بمدة وكسي عزيز زهير مشكور قال لي خالد الفورة وممتازة ما حصر لي ما حصرني الفورة هاكا بديت هاكا ولينا نحسنوا بشكل هذاك علاش مشات فيك ما تحبش النقد تحس كي يعقدك معناها لا 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 بالعكس حاسس كي يجي يسالك على اختياراتك التكتيكية ولا علاش هبطت الملاعبين ومش هذا أو سليم مثلا سليم كيفاش علاقة خالد أنت بالوسائل الإعلامية؟ أنا خالد ما صار لي ما حد شيء اللي تجوب صوف معايا بالحق مش خاطر قدامي ما تعودتش أنا باش نرمي الورود وما عنديش أصل الورود فهمتني؟ علاقته ساعات بالصحفيين انا عمناه ولا نقطوا لنا في المنبر هذا بالذات معناها الردود نتاعو الرد نتاعو كان كاسح شويه رغم اللي الصحفي معناها نقولها قدامه وهو لغيره راه الصحفي مش يطلب عند خالد بن يحيى ولا عند غيره الصحفي يخدم على روحه اللي شبيناتنا جاوبني ولا ما تجاوبنيش بتربيه وباخلاق وباحترام تتجاوز نتجاوز نجم انا نحط الميكرو نتجاوز تطلع معايا نطلع معاك اما كي تحترمني تنجم تقول لي خويا مش وقته وانا من الناس اللي زاد ضدك الحوارات معناها تتخذاها شو والله فاهوا عليها معناها باش نبداو واضحين ساعات معناها المدرب ماله الانسان يغلط ويصيب معناها واحد من الناس رغم اللي معناها المدرب في الرابطه المحترفه واحد ياخذ اكثر من الصحافي بعشرة مرات شهريه ما نتمناش روح المدرب معليش خاطر ساعات يقع في 20 الف ورطه ورطه شو ياخذوها كيك معناها يوم مش عيب يقول والله غلطت اليوم لا لا نجم يقول انه غلطت علاش وين البروبليم يقول الحاجه البي الحاجه البي معناتها في خالد انه اسمع الكلام هذا وبدل طريقته معناتها كما قالك والان علاقته اصبحت كلنا اللي نعرفه خالد من قريب وانا واحد منهم حتى كان نعرض في الشارع نقول له خالد طيح شويه خالد طيح شويه نحبوه خاطر نحبوه طيح شويه بالحق باش ما ياخذوش عليه العباد فكره خايبه خاطر فريمون العباد ما ياخذ عليه فكره خايبه على خالد بن يحيى. خالد بن يحيى باهي وتعرفوني وحكايه النجوم هذه كيفاش حكايه النجوم؟ خليني نجيك علاقتي باللاعبين. المشكل توا نرجع للاساس والله سامحني خالد توا نقرا في الايميل
خالد بن يحيى تنجمش تفسر لنا هاو الدخ في الموضوع شنو اللي بينك وبين خالد بدره مثلا أيوة. هاو نجم يخرجك هاو نجم يخرجك ايوا اي برا جابوا ربي باش فكرني في الموضوع شكون هذا سي سيدريك مدب مرحبا بيه سي المدب وبارك الله فيه ومشكور فكرني على خاطر خالد بدره انا كي كان معايا في الترجي عام 97 ولا كي رجع ما عنديش علاقه مدرب ولاعب لا علاقتي اخويا الصغير معناها اخوات بالعكس خالد معناها كله احترام وكل معناها تقدير ونحب له كل خير وهو يعرف هذا ما صار لي حتى ما حد شيء خالد بالعكس كان السنه الفاتت كنت اتذكر ايش قلت لازم واحد يفكر باش يخدم شويه في اول سنه ما كانت عنده حتى عقد خالد دوب ما خديت انا الترجي الرياضي التونسي قلت له لهم جيبوا لي خالد بدره معايا العب خالد وتنحوا بنا بعد عاود تضرب خالد خاطر راهو شوف ثم فرق ما بين الظلم وما بين تتعدى على الناس وما بين العدل اذا انت معناها تنتقدني على خاطر عادل هذا يشرفني مشي تضرب خالد ما تجزرزيز اوبينا نعيط لوبينا من نيجيريا ايجا راهو في حاجه ليه يجي اوبينا يلعب معنا ماتش سفيقس ومشكور وعدى مقابله ممتاز لعب معنا القروان في تونس ومشكور وعدى مقابله ممتاز يعاود يمشي لكاس افريقيا اوبينا راهو الجزئيات مهمه في حكايه كيف نادي يمشي اوبينا قعد خالد بدره يتدرب معايا وعملنا عودنا بريباراسيون جديده تصور اوبينا لاعب دول ما يلزمش لعبه تنسى راهو جايني من افريقيا ومستانس وبينا يقلقنا شويه في رجوعه بعد 24 ساعه و 48 ساعه وسي نجيب حاضر جا لتونس يجري وبينا خاطر معناها حس باللعب انا حسيت بك الوقت هذاك جيت في ظروف صعيبه ما بين خالد بدر اللي حضر وخالد بدر اللي عنده امكانيات وخالد بدر النجم يشد للدفاع وما بين اوبينا اللي عاد معايا مقابل صدقني باش خذيت معناها القرار باش اللعب وقتها خالد معناها فريمون تعبت برشا كمل خالد يلعب عاود خالد اصيب مره اخرى عاودت انا لعبته بنا وقت اللي عاودت لعبته بنا المره الثانيه وبنا ولا ملاعبي اخر ولا ملاعبي معناها عنده قيمه ولا امبوزون في الترجي التونسي ولا يهني وقت اللي عاود رجع خالد عاش نجم لعب خالد عيب معناها حتى اخلاقيا عدم خوف من ربي عيب نجم لعب خالد وخالد حضر لي كان في الفينال ما نجمش انا فك الحاله هذيك نحي خالد معناها نحي اوبينا ولعب خالد وخالد ماهوش كومبيتيتيف بالعكس وانا نقول لكم عاودوا اسالوا خالد بدره وتو تشوف الحكايه معناها التقريب هي بيدها تو يعاودها لكم هذا فيما يخص خالد بدره فيما يخص علاقتي بلاعبي الترجي الرياضي التونسي اللي موجودين تو انا نقول لكم باقي ريتو تحكيو نقل عن فلان نقل على فلان لا انا نمشيو للسور سبيدو هاو سنين نمشيو للسور سبيدو تكلموا مع لاعبي الترجي وين انا صعيب معاه الصعيب في الميدان ها مش نقولك علاش ولو هو توادية امور معناها نتاع الترجي الرياضي التونسي فريق الترجي الرياضي التونسي فريق معناها ما يتحضر كان ما يلزمك تكون مركز كان لازم تكون موتيفي خليني نحكي لك حكايه مثالش معناها نحلوا قوس عندنا تجارب مريره في الترجي مالغري بالرغم اللي احنا جمعيه كبيره لكن مرينا بتجارب مريره جدا من ناحيه النتائج تعرف علاش يجيو النتائج تاعبين شويه ساعه سيرازي على خاطر ساعة نبداو دي كونسونتري ونبداو ديموتيفي ونبداو نضحكوا ونفلكوا نهار الماتش والا ليلة المقابل قول له تي كاش من غدوة هذا وقت جيلي انا خسرت بطولة على خاطر ما ركزناش كما يلزم